مساء الخير واهلا وسهلا بكل المشاهدين اللي انضموا هلا لقناه ال بي سي وروتانا خليجيه حتى يتابعوا معنا حلقه اليوم من بي لايف. كيف بيجمعوا او كيف بيجمع اصحاب المليارات ثرواتهم، وهل بيتميزوا بقدرات وكفاءات بتميزهم عن غيرهم، وهل من خطوات معينه بيتبعوها ليحصدوا هالمبالغ الهائله من الاموال؟ هذا هو موضوعنا الاجتماعي لليوم. وايضا ننسي من مواضيعنا بحلقتنا لليوم، هل من علاجات خاصه للشعر الرقيق والخفيف واللي معرض للتساقط، مشكله بنعاني منها كثار من السيدات، رح نلاقي حلها بفقره خاصه تجميليه فتابعونا. بمطبخ بي لايف بتجتمع التغذية واللقمة الشهية مع نيكول مفطوم اختصاصية التغذية والشيف عمر الصالح. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيكي نيكول. عندنا أغذية اليوم بتنشط الذاكرة، هل بنلاقيها دائما بمأكولاتنا اليومية؟ صحيح، معظم الأوقات المفروض دائما نكون عم نرتكز عليها، لأنه رح تكون عم تلعب أدوار بزيادة إذا بدك بتحسين الذاكرة تبعنا ومساعدتنا على المحافظة على ذاكرة لفترة أطول بكثير. تمام، شايف رح تستعمل هالأطعمة؟ أطعمة يلي هيك بتنشط الذاكرة. إيه أكيد. كمان رح تكون موجودة. شو الطبق اليوم؟ الطبق اليوم نحن جامعة قصر الطهاد جايين نقدم كاستريتا غنم مع بطاطا بيريه وسلطة مميزة جديدة نازلة جديد اسمها تشيز ملفي. اوكي جريت. اما هلا مين من المشاهير عم يحتفل اليوم بعيد ميلاده؟ خلينا نشوف سوا. يحتفل اليوم بعيد ميلاده الممثل السوري باسل خياط. باسل الذي ولد في حي شعبي في منطقة شارع بغداد، وهو الآن متزوج ولديه ولد. هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، تخرج مع الفنانين قصي خولي وسلافة معمار ونادين تحسين بيك. شارك في الكثير من المسرحيات في فرنسا وبعض الدول العربية. كانت بداية ظهور الفنان باسل خياط مع حمزة أبو علي عندما كان في الثامنة من عمره. بدأ بالمشاركة في مسارح الأطفال حتى صار التمثيل إحدى هواياته، حيث وجد نفسه قادرا على أداء أدوار بشكل مقنع، وقام بممارسة هوايته حتى تقدم وأصبح فنانا مشهورا. وعيد سعيد من أسرة بي لايف للمشاهد المحظوظ وهو طفل صغير أحبت والدته أمولة فادي من الجزائر أن تعيده على صفحاتنا. وان شاء الله بينعاد على الجميع. تقريرنا التالي صحيح ننسي انه مايكل جاكسون غدرنا للاسف، ولكن فنه وموسيقته الخاصه بتبقى بذكرتنا طيله ايام السنه، واليوم هو ذكرى ميلاده، فاكيد هيك تحيه لهالليجند اللي ما بيتكرر. تحيه لروحه طبعا. اوكي، واما هلا بننتقل للاخبار الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدا جولتنا بخبر محزن لازال حتى اليوم منتشر بكثافه على مواقع التواصل، وهو وفاة المصممه الفرنسيه العالميه سونيا ريكيال بعد اعوام من المرض. الخبر كان مفاجأة لمحبي هالمصممة المتألقة ولرواد عالم الازياء. منتابع معا نحن وياكم فيديو حضرناه عن هالمصممة. بنظرة ثاقبة انطلقت نحو العالمية التي تودعها اليوم عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع امتد لعشرين عاما مع مرض الباركنسون، تاركة بصمتها كدافع رئيسي لاستمرار دارها بالخلق والإبداع. المصممة الفرنسية الأيقونية سونيا ريكيال والملقبة بملكة الأزياء الصوفية بعدما اشتهرت بقمصانها الصوفية المقلمة، كانت أول مصممة تطلق علامة تجارية تقدم خدمة توصيل التصاميم إلى المنزل لتغوا سويس في العام 1977. مخيلة سونيا ريكيال التي حجزت لنفسها مقعدا بين النساء العشر الأكثر أناقة في العالم لا حدود لها، فقد أصدرت مجموعة من قصص الأطفال وكتب خاصة بها عن الموضة، بالإضافة إلى تجربة ناجحة في مجال الجمال بإطلاقها عطورا خاصة بها ومستحضرات مكياج.
وبرحيل سونيا التي وصفها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالرائدة، ستفقد حتما ساحة الموضة العالمية واحدة من ألمع نجماته، التي حرصت على مدار مسيرتها المليئة بالمحطات المضيئة على إثراء خزانة المرأة التي تتطلع إلى الأزياء العملية والجذابة في نفس الوقت بأجمل القطع. ألف تحية تقدير لإنجازاتك وتصاميمك. من بي لايف وداعا سونيا ريكيل. ومنتابع بأخبارنا ومننتقل هلأ للمطرب المصرية شيرين عبد الوهاب يلي أبهرت الجميع خلال الحفل يلي قدمته ليلة الجمعة الماضية طبعا على مسرح مهرجان بعلبك واللي يعد أكبر مسرح والأهم بلبنان. وأطلت شيرين مثل ما عم نشوف بفستان أسود هيك عليه ورود حمراء، كما أضافت بعض الورود على شعرها ومجوهرات كتير بسيطة. وهالصور دولت على مواقع التواصل الاجتماعي ساشا، ناس علقوا أنه حبوا وناس ما حبت كتير، علما أنه هالفستان هو من تصميم دولتشي أند جابانا ربيع وصيف أكيد 2016 وبيبلغ حقه تقريبا 10,000 دولار. مهضومة شيرين، أنا بحبها. أنا بحبها وأجواءها هيك كتير حلوة على المسرح. بتخيل كانت حفلة من العمر. إيه، وبتلاحظي نانسي إنه مؤخراً يعني عم بحس إنه عم بتغير بستيلها، يعني كل صح. مرة بتطلع بلوك جديد. صح. إنه بالنهاية الدنيا أزواج. وكيوت هيك بتضل محافظة على البساطة قد ما فيها. صحيح. نبقى بعالم المهرجانات والأجواء الفنية وبننتقل إلى هيك محطة فنية أخرى، بحيث اقتضت واجهة دبي البحرية ليل السبت بحشود غفيرة جاءت بالآلاف لحضور حفل الفنانة جوليا بطرس. وجوليا تحدثت عن أحزان بلدها لبنان وجرح سوريا ونزيف العراق، وغنت للوطن والقضية والعشق، وغنى جمهورها لساعات طويلة وصفق طويلا. إلى ذلك رافق جوليا أكثر من 120 عازف بقيادة المايسترو هارون فازليان، وحضر الحفل أكثر من 8,000 شخص أتوا من عدة مناطق لبنانية وعدد من دول العربية. وواكب باقي الجمهور من حول العالم تفاصيل الحفل مثلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعن جد كانت خسارة كتير كبيرة لكل اللي ما حضروا الحفل قد ما سمعنا أنه صح. كان كتير ناجح ومثل الحلم بالفعل. ما في خبرك عجقة السيريا اللي كانت على الطريق يعني وصل لبركي مدري لوين، قد ما كان في عجقة وفستانة كان كتير حلو. طلتها بتجنن. كمان ضجة جنونية أحدثها حفل توزيع جوائز MTV فيديو ميوزك أوردز يلي أقيم أمس الأحد على مسرح ماديسون سكوير جاردن بمنهاتن بولاية نيويورك الأمريكية. وموقع التواصل الاجتماعي تحولت كمان إلى ساحة لتبادل الصور والتعليقات والتغريدات تحت هاشتاغ VMAS. ولعل نجمة الحفل وصائدة أكبر عدد من الجوائز كانت النجمة بيونسي، واللي تصدرت مجوهراتها بالحفل طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، خصوصا وأنه هالمجوهرات جاوزت كلفتها 13.1 مليون دولار تخيلي. أوه. من تصميم لورين شوارتز. هون عم نشوف بعض الصور طبعا من هالحفل. رح يكون في عنا تفاصيل الحفل وجوائز بحلقة بكرة إن شاء الله، بيكون كمان بلال موجود. أما هلأ رح نشوف سؤال اليوم يلي طرحناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببي لايف، وهو برأيكم كيف استطاع أصحاب المليارات أن يحققوا ثرواتهم الطائلة، وهل من أساليب معينة منتبعها لزيادة أرصدتنا المالية؟ نحن بانتظار إجابتكم وننشرها، ننشرها تباعاً بحلقتنا لليوم. أما هلأ مشاهدينا رح نتوقف مع بريك هيك قصير ومنرجع ننطلق بمواضيعنا، خليكم معنا.
ننطلق مواضيع حلقتنا مباشرة، رح نشوف شو هي الأنواع الأطعمة المنشطة للذاكرة. معك نيكول مفتوم عن جديد، أهلا وسهلا. ميرسي، أهلا فيك. حضرنا راب على السريع، يعني صنف من الساندويشات إذا بدك الراب اللي فينا بالفعل نحضرهم بالبيت بسرعة، ونكون عم نحط فيهم كذا مكون من المكونات يلي رح يساعدونا على المحافظة على ذكرتنا لفترة أطول بكثير. أوكي، مثل شو؟ خلينا نبلش نحكي عن الأنواع. رح نبدأ بالأول بالفاصوليا الحمراء يلي انخلطت مع البندورة بعد ما تكون انطبخت تتعلى نسبة الليكوبين يلي رح نحكي عنها بعد شوي شو هن فوائدها. انخلطوا مع بعض، مفروض نكون عم نضيف لهم الأفوكا. سوري ما لقيت أفوكا هلا مستوية. الخضار جي مقصر معك. مستوية دغري، ما كان في على الطلب، فمفروض ناخذ الأفوكا كمان نكون عم نمرته مع الكزبرة، مع البصل، مع البندورة المطبوخة شقف صغيرة تنحصل على الجواكامولي مع حامض رشة ملح. ومنبلش أول شيء على الراب يلي هي معمولة من الكينوا. كينوا يلي هو من الحبوب الكاملة. منبلش بوضع أكيد الجواكامولي أولاً. ثانياً منضيف لقلن الريد بينز أما الفاصوليا الحمراء يلي مخلوطة مع البندورة المطبوخة. كمان من أنواع الأطعمة يلي بدنا نضيفها على الراب هي الشمندر. كمان رح نحكي عن فوائد الشمندر. وعملنا وصفات عديدة كمان من الحلو أساسا الشمندر، صح؟ صحيح صحيح. الشمندر غني كتير بالفيتامينات، غني بالحديد، غني بالبيتايين يلي هي كمان رح تساعد الإنسان إنه يكون كتير مرتاح، وبالتالي يكون يقدر يركز بطريقة أفضل بكتير. وأخيرا رح نوضع السردين يلي كتير من الأشخاص رح ينقذوا السردين. آخر مرة أكلنا سردين يمكن، وفي اشخاص ما بيحبوا السردين، ممكن يستبدلوا بشيء ثاني كمان بسمك، مثل عندنا الماكريل. انواع السمك يلي كمان رح تحتوي على نسبه اوميجا 3 مرتفعه. طيب اكيد هالراب رح، بس كيف بتعملها ما بعرف، رح نلفها وراح نقدمها بهالطريقه الى جانب الخضروات الخضراء مثل الكيل، ورق الزبانغ، الهندبه اللي كمان من انواع الاطعمه اللي رح نحكي عنها عن تفاصيل اكثر شو هن فوائدها لمساعدتنا على المحافظه على ذاكره. طيب نروح على التيبل نحكي اكثر بالتفاصيل. أكيد. عن كل هالمكونات وفائدتها. تفضلي نيكول. اكيد نحكي اكثر كمان قديش لازم نتناولهم بالاسبوع لنحصل على النتيجه. اهلا وسهلا بنيكول. اهلا فيك. شو اخبارك؟ منيحه انت كيف؟ هلا هيدا الشيء اللي حضرتيه انا ما قدرت كثير لحق شو هن المكونات، بس طيب ما علينا. بدنا ندوق. هو بالفعل كثير طيب، يعني بدك تتخيلي تشيكن فاهيتا بس بدل ما تحطي دجاج عم تستخدمي سردين. اوكي. وعم بتحطي الجواكامولي وعم بتضيفي بيوريه الفاصوليا الحمراء مع صلصة البندورة المطبوخة. اوكي، هول من يعني العناصر يلي بخلوا الذاكرة تتنشط. من انواع المأكولات. أوكي. يلي بيساعدونا على المحافظة على ذاكرة بكتير. طيب شو هن هالمأكولات؟ يعني مثل شو مثلا؟ صحيح، تنبدأ أولاً بالأفوكا. أفوكا دراسات كثيرة بينت إنه تناول الأفوكا بشكل معتدل، يعني مش كل يوم أفوكا مثل ما هي، كل يوم بدنا ناخذ شقفة من 8 شقف أو ملعقتين من الجواكامولي بشكل متداوم، رح يساعدنا هيدا الشيء على شو الاحسن نتناولها؟ يمكن على شكل سلطه ولا نضيف لها يمكن العسل؟ احسن فضل نلتجي لوصفه مالحه، لان بتكوني عم بتخففي من السعرات الحراريه لما تكوني عم تخلصي كل الوصفه، لما تزيدي العسل بتكوني عم تزيدي كمان سعرات حراريه، هي اوريدي الافوكا بتحتوي على سعرات حراريه مرتفعه وعلى دهون كمان بكميه مرتفعه، ولكن هن الدهون المنيحه لنا اللي رح يساعدوا على ارتفاع نسبه الكوليسترول المنيح. اوكي. تناول الافوكا رح يساعد على تخفيض الضغط. لما يكون انت جسمك معرض دائما لضغط مرتفع، هذا الشيء رح يكون له تاثير كثير كبير على ذاكرتك مع الوقت. فكثير مهم الاشخاص اللي بيعانوا من ضغط عالي، اذا على بالهم يحافظوا على ذاكرتهم، يكونوا قد ما فيهم عم بجربوا يخفضوا هالضغط العالي بتناول هالمأكولات الطبيعيه منها الافوكا اولا. السردين بيحتوي على
كميه كثير مرتفعه من الاوميجا 3. مزبوط انه ساغزين هي السمكه صغيره صح. بس مفعوله كثير كبير. الكمية هون قديش أول شيء لازم تكون بالسردين؟ كمية السردين يعني فينا ناخد علبة من السردين أكيد بدها تكون بالمي أفضل لأنه دايما المي مع الزيوت ما بيختلطوا مع بعض، فهون بنكون عم ناخد الأوميغا 3 اللي موجود بالسمكة. طالما لما تكون السمكة إن كانت السردين أما التونة بالعلبة بالزيت، لما تشيل الزيت عندي كمية من الأوميغا 3 رح تنخلط مع الزيت الاندستريال اللي انضاف للتنكة، وبالتالي بتكوني عم تخسري من الاوميجا 3 وبتكوني عم تاخذي سعرات حراريه كمان اضافيه اكثر من وراء الزيت لما تكون بالزيت. اوكي اكثر بالمي اكيد بنكون اقل بكثير. اوكي هالاوميجا 3 شو رح يعمل؟ كمان رح يخفف نسبه التريجليسيريد، نسبه الضغط المرتفع يلي عندنا، وكمان الاوميجا 3 بنعرف كثير منيح انه رح يساعدنا انه نكون عم نفكر بطريقه اذكى بكثير. أوكي. من انواع الاكل يلي كمان تحتوي على الاوميجا 3 عندنا الجوز يلي هو شكله بيشبه دماغ الانسان. فمن هون كمان تلاميذ باسيا كلها قبل ما يفوتوا يعملوا حيلا امتحان بياخذوا كم شيء من الجوز، هذا الشيء بيساعدهم انه يرجعوا يتذكروا المعلومات يلي درسوها ويكونوا عم بركزوا بطريقه افضل بكثير قبل ما يفوتوا يعملوا. اوكي بس هون كم شيء يعني شيء سبع حبات جوز؟ سبع حبات كاملين اما 14 نص. اوكي يعني النصوص بتكوني عم تعش عم تعدي 14. اوكي غير شيء شو في بهالطبق الحبات؟ الفاصوليا الحمراء لانه بتحتوي هي والفاصوليا البيضاء وجميع انواع الحبوب من العدس الى اخره بيحتووا على بروتينات وبيحتووا على الياف، لما ناكلهم رح يساعدوا على التريجلوج نسبة السكر بدمنا، وهيدا الشيء رح يساعدنا انه نكون مركزين بطريقة أفضل وعلى المحافظة حسب الدراسات يلي انعملت على ذاكرة لفترة أطول بكثير. هون كمان تناول الأطعمة يلي غنية بالسكر، السكر يلي ما عم بيكون له معنى empty calories رح تخفف من نسبة التركيز تبعنا، ومع الوقت نوعا ما رح تكون عم تضرب لنا ذكرتنا وعقلتنا، فما رح تكون عم بتساعدنا أبدا. أنواع الخضروات الخضراء مثل ما سبق وقلت، الكيل، ورق الاسبانيغ، الهندبي، مش ضروري بس نتذكر الهندبي لما نكون عم ناكل طبق الهندبي المقلم مع البصل مع الثوم مع كل هول الاشياء الدسمه. كيف فينا ناكلها؟ فينا نسلق الهندبي ونتبل الهندبي مع ملعقه من زيت الزيتون مع الحامض، نبرش عليها زنجبيل طازه، نزيد لها كم شيء كزبره، نكون بالفعل عم ناكلها بطريقه صحيه اكثر بكثير، ودراسات بينت اذا كل يوم كنا عم ناخذ ثلاث حصص من الخضروات الخضراء يعني من الاسبانيغ، من الكيل، من الهندبي، من باقي كمان الورق السلق الى اخره، هذا الشيء بيكون عم بيساعدنا على المحافظه على ذاكره لفتره اطول بكثير. انا بتخيل الريحه الحلوه بخليك ما تركزي بتضيعك ضايع على كل شيء عم بتعمله بالمطبخ. بعد في شيء بتحب تضيفيه؟ اكيد عندنا انواع اكل كمان كثيره، بركي نرجع نخصص لها حلقه ثانيه تنحكي عنها بتفاصيل مع وصفات. عندنا الباذنجان كثير مهم انه نكون عم ناكله مع القشره اللي هي بتحتوي على نانوسين يلي هو مضاد للاكسده، كمان رح يساعد على محاربه ضد اذا بدك الخلايا الحره يلي معقول تعمل اتاك على السيلز يلي بدماغ الانسان يلي معقول تدهور صحه دماغنا. اوكي نيكال. شكرا نيكال لكل هالمعلومات، اهلا وسهلا فيك. رح ندوق لانه انا عن جد صار عندي حشيه ادوق شو الطعمه. ايه يا بتحبي يا ما بتحبي، شو رايك نقص مع نص؟ انا ما كثير بحب السردين بس رح ندوق. لا كثير مهم انه تدوقوه. لازم. شكرا نيكال. ورح نشوف أجوبة المشاهدين على موضوعنا الاجتماعي لليوم. بعض الأجوبة أميرة الشعراء بتقول أنه أحياناً الإرادة والأحلام بتخلي الواحد يعمل المستحيل لحتى يوصل إلى مبتغي، وأحياناً نجد أغنياء لكنهم فقراء فكرياً، لذا الغنى بنظري مش بالميل هو بالعقل. إذا كان واحد منا بيملك عقل صالح وفكر سليم أكيد رح يكون ملياردير. ونور بتقول بالعمل والجد الإنسان بيقدر يحقق كل اللي بيحلم فيه، بس إجمالا العقل بيجلب الميل، أما الميل ما فيه يمنح الإنسان عقل.
فمرجع اكيد بنذكر كل المشاهدين يتواصلوا معنا برايكم كيف استطاع اصحاب المليارات انه يحققوا ثرواتهم الطائله، وهل من اساليب معينه بنتبعها لزياده ارصدتنا الماليه؟ بانتظار اجاباتكم من خلال تواصلكم معنا عبر صفحاتنا الخاصه بالبرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي. فاصل ومنتبه بقيه فقراتنا، خليكم معنا. عودة لمتابعة بي لايف، بنحييكم مرة جديدة مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ومثل ما بنعرف كلنا انه ترطيب البشرة هو اساس كل وجه متألق. نشوف ساشا قديش بتهتم ببشرتها وبترطب بشرتها. طبعا اليوم ضيفتنا الاختصاصية بالعناية بالبشرة ومكافحة الشيخوخة كرار زمرود عندها معلومات ونصائح عملية عن هالموضوع. اهلا وسهلا كرار. فيني اجاوب عن ساشا؟ تفضلي. قولي. هيك ايه ساشا، مش هيك شوي حساسه زياده عن اللزوم، مشان هيك بتخاف تهتم فيها. ما بت... يعني ما خليت ولا براند او ما كنت جربت وانت بتعرف هذا الشيء. كرار، بدايه ترطيب البشره قديش شيء مهم واساسي؟ اكيد ترطيب البشره هو اساس البشره الشابه، البشره النضره، البشره اللي ما ترهلت، البشره اللي كامشه حالها، والبشره اللي ما فيها مشاكل. اهم شيء 70% من اساس البشره هو المي، مش بس المي، في عنا مي، في عنا فيتامينات، وفي عنا دهون. هالثلاث عناصر اذا اجتمعوا ببشره بتكون البشره منيحه، اذا راح واحد من هالثلاثه ما في مجال، بدها تنتزع، يا اما بدها تتجعد، يا اما بده يصير فيها كلف، يا اما بدها تترهل. أوكي. اليوم جبت لكم معي عجينه شعراتي كل اكستنشنات. بس ماشي، بس ما تكون تبعتي الفقره اللي قبل لتنشيط الذاكره. كرار رايحه لتعمل خلص نانسي، خلينا بالبشره. بس سامعني، خليكم معي مشاهدينا. عم تعطيها للصبيه تظبط لها. هيدي البشره بشره متماسكه، ما في شيء على سطحها، ماسكه حالها، ما فيها اي شوائب، يعني ما في شيء فاضي فيها، ماسكه حالها، لانها واقعه ولا شيء. هيدي بشره ثانيه، حدا ما بيحط كريم على وجهه، ما بيهتم، بيصير في فراغات بقلب البشره، وهيدي البشره اذا بنزمها على بعضها شوفوا بتعمل تجاعيد، ليكو تجاعيد. خلينا نشوف مفهوم التجاعيد على البشره، في فراغ، مي وفيتامينز، بس تنامي مثلا تحطي وجهك على المخده شوفي شو بيصير. هيدي بينما اذا بنيمها على المخده بضل مثل ما هي شا. لانه ما فيها شيء. هلا اليوم رح خبركم عن علاج المرطب الثلاثي يلي فيه الاصفر هون، الفيتامينز، كل الفيتامينات يلي عايزتهم البشره. اوكي. البينك كل شيء ووتر سوليبل، يعني كل شيء بدوب بالمي. والاسيد هياليرونيك، حمض الهياليرونيك يلي رح يفوتوا هو ثلاث نقط ببعضهم. هلا بعد شوي كومبينيشن، يعني كومبينيشن بقلب بصيروا نقطه واحده. أوكي. رح نحطهم هلا بنشوف بعد شوي فيديو صغير، ورح ثلاث نقط يعملوا نقطه صغيره. شو رح نعمل بهالنقطه الصغيره بالبشره؟ شوفوا معي هون مشاهدينا قبل ما نشوف الفيديو، هيدول رح نعبي فيهم البشره. وهيدا الورك شوب يلي عم بعمله انا هلا حاليا واللي هو كثير جديد يلي بدعم اسمه ريدنسيفيكيشن اوف ديرمس، يعني اعاده تدعيم البشره يلي فيها فراغات. وهيك بس تحطي بالبشره
تدعميها بهالنقط، شوفي كيف بترجع بتتماسك وبتتحول من درجة الفراغات والتنفيس والترهل والجفاف، بترجع بتصير نوعا ما بتصير بشرة طبيعية. إذا البشرة مش هالقد تعبانة يعني مثل ما أنت قلتي ممكن تستفيد كمان على هالعلاج. كل أنواع البشرة ابتداء من عمر 24 سنة، العرايس، كل العرايس اللي مرقوا لعندي على الكلينيك هالموسم كلهم عملت لهم العلاج الثلاثي. هيدا العلاج الثلاثي ماست دو لكل سيدة، بس شو اللي بيفرق؟ عدد الجلسات. هلا أنا جبت لكم سيدة كبيرة بالعمر شوي، كبيرة كثير عمرها 60، وشوفوا كيف بنشتغل بالتريتمنت. بنحط، شوفوا الحمض الهيالورونيك عم بحط لكم اياه على ايدي تتشوفوا كيف دغري بتمتصوا البشره، فيتامين، اسيد هيالورونيك، وكمان الدهون الغير مشبعه الاساسيه للبشره بكميات بحاجه، بنخلطهم ببعضهم، بنحطهم بعبوه وحده، وهالعبوه بنحطها بقلب ديفايس. وهون بنشوف مثل ما كنت فسرت لكم على العجينه محل ما فيها فراغات، انا بمسك البشره بعمل لها بنشنج وبيبين معي وين هن الجور يلي ناقصين بالبشره. اوكي، هذا بيكون كمان نشف يعني كمان البشره اكيد. هون بنشوف حسب درجه النشاف قد ايه بدنا نحط. هون عم فرجيكم وين بدنا نشتغل. أوكي. مثل ما انا عبيت بالعجينه هلا نقط، هون رح ارجع عبي هول النقط بالبشره لحتى خليهم يغذوا البشره من جوا، الانسجه من داخل البشره من جوا لبرا لحتى تطلع لنا بشره جديده وكلها ناس. بس في محلات بتحسي يعني الابره دخلت غائيه من البشره. إيه؟ وفي محلات على سطح البشره. مشان هيك انا بعمل هيك، محل ما تكسر معي مثل ما عملت بالعجينه، محل ما كسرت معي حطيت لها النقطه، نفس التكنولوجي. هلا هون عند السيده اللي عمرها تقريبا فوق ال 50 وفوق ال 40 وفوق ال 60، اهم منطقه بنركز عليها بتطلعوا وين؟ حوالي التم؟ لا، وين؟ فوق العين، فوق الحاجب، محل اللي ما فيك تعملي بوتوكس فيلرز من هون لهون. أوكي. وكمان بنركز كمان داير التم على الباركود. على تجاعيد المراره وعلى بنسميه ريدو دي تياتر، على البردايه هون. من بعد ما نخلص كل الجلسه كمان بنحط مشتقات الهيالورونيك اسيد يلي خلطناه مع ماسك الخلايا الجذعيه يلي بنحطه على البشره. اوكي، قد ايه بتتركي هالماسك؟ بترك الماسك تقريبا 25 دقيقه. بحب اقول لكم انه السيده اللي معنا هي امي، وانا امك؟ ايه امي. بعتمد امي بهتم لها كثير ببشرتها، واكيد هالعلاج اول ما نزل لذلك ما مبينه عمرها 60. اول ما قلتي انا تخيلت حدا كثير كبير انه طلع ليك البشره كيف تطلع من بعد التريتمنت دغري immediately after. وشوفي الجلو من بعد ما يتفاعل الفيتامينز، لك عندها نقطة حمراء هون على جنب محل ما شاغلين. أيه. بس immediately after بتحسي انه البشرة فرقت. كيف بتعرفي؟ بتقفري من احمرار الخدود، من احمرار الدقن، ومن الباركود البريور، يعني هالمنطقة هاي كلها بتتغير وكلها بتتحسن بفضل هالعلاج. وبعدين بتوحد لون البشرة كلها وعطيك اكلات زيادة. هو ليش نانسي بيصير في عندك uneven skin tone؟ يعني ليش بيصير في عدم توحد؟ لأنه محل ما عملنا هيك فاتت لجوا، محل هيدول بيعطي غامق. صح. مثلا شوفي اوقات بيكون عندك تجاعيد تحت عيني، شاحب حتى فوق التام، شوفي بفوت فيها وبيعمل بني غامق، بصير بدل ما يعكس الضوء بصير يبين تجاعيد وبصير يبين كراكس. بس كارول الحلو انه شفنا البشره مرتاحه بس بطريقه كثير طبيعيه، يعني ما بين انه معمول شيء. بتعرفي ليه ساشا؟ لانه هلا كل الستات اول سؤال واول شيء بالاستشاره، ما بدي اشبه الكل، ما بدي يبين انه علي عامله شيء، اصحابي كبار بالعمر، ما بدي اتبهدل بالمجتمع، بدي اعمل شيء مرتب. وهيدا علاج مكافح للشيخوخه، بدون ما تكون عم تنفخ، بدون ما تكون عم تغير معالم وجهها، بضل وجهها مثل ما هو، بدون ما ينفخ دودها ويصغروا عيونها لجوا، بتضلها مثل ما هي، بس التكستشر يعني بس تمسكي البشره بتحسيها تحت ايدك مش هيك مرهرطه ومترهله، وبتحسي الملمس. اصلا قالت لي بس وعيت ثاني يوم الصبح، قالت لي طلعت على المرايه وجهي عم يلمع والملمس مثل الحرير. كارول هيدي التقنيه غير ابر المي اللي كنت تعمليهم قبل؟ هدول تريو ابر المي. ابر المي هي بس هاي. ايه؟ هاي لحالها ابر المي، بتحطي المي بيعيشوا لفتره وبتتبخر المي. اوكي. بس هدول بس تمزجيهم مع بعضهم بصير في عندك المي حواليها زيت حواليها فيتامينز، يعني هدول بيعيشوا اكثر بالبشره. والبيبي سيل الخليه الجديده اللي عم تطلع، بتطلع الخليه نضره، يعني بتطلع السل كيف عندك دراقة يابسة ودراقة بعدها جديدة، بتدس الملمس بتحسي وحدة هيك التاتش تبعها
مخفف وتحت. سؤال اخير، كم جلسه الواحد لازم يعمل لحتى لهيك؟ العشرينات جلسه، ثلاثينات جلستين، وفوق ال40 مينيموم ثلاثه بالسنه. والوقت قد ايه لازم بين جلسة اول جلسه وجلسه؟ هلا فيك تعمل الكورس اذا بشرتك تعبانه، اذا خسرانه وزن، اذا مشمسه كثير هالصيفيه، سافرت كثير بالطياره، كل الوقت قاعده بالتكييف، تعمليهم ورا بعض على فرق 21 يوم شهر، تك تك تك. أوكي. بس اذا بدك تعملي علاج وقائي مثلا، انت بشرتك حلوه بس ما بدك توصلي لمحل الترهل والكسورات، تجاعيد النوم، توعي تلاقي هون كسر هون كسر هون كسر، بتعملي علاج وقائي كل شهرين ثلاثه، بتبرقي مره لحتى تكوني اون ذا سيف سايد. واكيد كل المشاهدات اللي عندهم اي تساؤل فيهم يتصلوا فيها بعد الحلقه. شكرا لك كارول لكل هالمعلومات التجميليه. اهلا وسهلا فيكي. رح ننتقل لفيديو كليب لمايكل جاكسون ونرجع منتابع بقيه فقراتنا. بعد طبعا ما اعتنينا بترطيب البشره، صار لازم هلا نلاقي حلول للشعر الخفيف والرقيق مع ضيفنا مزين الشعر اشرف سعد الدين. اهلا وسهلا فيك. هاي اهلا فيك. شو اخبارك؟ سهلا. تمام. كيف تمام؟ الحمد لله. قد ايه بتهتمي بشعري؟ انا بهتم. لا كثير بهتم بالشعر. ايه عن جد دائما مستشيرك بكل شيء يا اشرف. اشرف، ايمتى بنقول انه الشعر خفيف ورقيق؟ بكذا حاله. عادة لما يكون الشعر، لما تطلعي بالست بتلاقي في شعر عندها كثير، يعني البصله مبينه، يعني السكالب مبينه، يعني بصير ممكن اذا رجعت شعرها لورا بتلاقي في كثير خيالات، هون بيكون شعرها كثير خفيف. اوكي. ولما كمان تحس حالها انه عم بيهر، مع بيهر كثير، بتصير تحسه هي يعني عندها شيء دافع عم بيخليها تحس انه شعرها عم بخف. ايه، فهذا كله بنلاحظه مع يعني اكيد لما نشوفها، بنشوف كاريتير شعرها كيف كانت كيف صارت، كله بيبين معنا. الصبغات بتاثر كمان انه الشعر ما يكون كثير عابي، يكون خفيف. لا لا، الصبغه ما بتاثر. ما لها، ما لها تاثير. لا بالعكس. اشرف بيقولوا معليه اذا الواحد يعني ما بياثر اذا 100 شعره هيك بالنهار، هذا الشيء مضبوط؟ هلا في افريج. ما بعرفهم بس في افريج هيك بيقولوا يعني. في افريج. هي عاده من 60 ل 80 شعره. ديلي. هيدي هذا الشيء طبيعي، هذا شيء نورمال. طب في اسباب مباشره لتساقط الشعر؟ في كثير اسباب. شو هن؟ يعني عدم الغذاء بياثر كمان، اذا صار في نقص بالحديد بالجسم، اذا صار في فقر دم، كله هذا بياثر على هر الشعر. الستريس ممكن يخلي في امبالانس بالشعر. بالسكالب ممكن يوصلها لهالمرحله. ايه، فلما الشعره، لما السكالب تضعف بصير الشعره شوي شوي بتزمط من السكالب، من قلب البصله تعول الشعر بتهر. او دايت كمان كثير قاسي ممكن ياثر على الشعر. مش الدايت القاسي، الدايت بطريقه غلط، غير صحيح. ايه غير صحيح اكيد. طب اشرف، البحر، الشمس، الرطوبه، كل هالعوامل هيدي، يعني العوامل المناخيه ما بتاثر؟ ما بياثروا على اذا اكيد عم تهتمي. اذا كنت عم تهتمي بشعرك، اشياء خصوصي لازم تستعملها بهالفتره هيدي. صحيح صحيح جدا. من الاشياء اللي عم تقولنا ننسي انه ضروري نستعملها، في انواع من الشامبو كمان ممكن تزيد كثافه الشعر وتعطيها السماكه، هل هالشيء صحيح ولا لا؟ في كذا براند بتهتم بالشعر الخفيف، وبتهتم بشيء اسمه تساقط الشعر، بتغذي
السكالب تعول الشعره بتخليه بطل يهر بالنسبه اللي هو عم بتتكاثر اذا كان في هر ست عم بتمشط شعره وعم بتلاقي انه في شعر عم بينزل كثير هون اذا ما عم بتمشط ولا شعره وعم بتحس شعره فرق ببين معنا انه هون في تساقط بس اذا كان شعر نورمال يعني 40 50 شعره بتهر هون عم نشوف يمكن تكنيك جديده يا ريت بتفصلنا عنا اكثر اشياء هيدي تكنيك النايكسن ايه اوكي بتختص كمان بالشعر الرقيق واللي عم بيرق اكثر لما الشعره تكون عم بترق بتكون ما فيها بالانس بتكون فيها ضعف بالسكالب هون بتخليها تصير تهر الشعره نحن هون نمشي بكذا ستيب منهم اللي هو رينيو للسكالب لننظف كل الرواسب عن جلدة الراس عن فروة أوكي. الراس هون بتكون عم تحط برودوي خصوصي 100% هيدا بعد افتر 10 مينت بينعمل له مثل ما عم نشوف هون المساج والايام بنرجع بنحممه بشامبو خاص اوكي وكونديشنر له اوكي بنرجع بنحط الستيب الاخير اللي هي الفوم اللي هو بيكون الاساسي اللي كان شامبو حدر لفروه الراس لتاخذ هذا البرودكت ليكون عم بيعالج وين في مشاكل بفروه الراس وين في ما فيها بالانس السكالب كمان بيعالجها هون للشعر الرقيق وللشعر اللي عم بيرق يلي كمان بذات الوقت عم بتصافي صح صح اوكي العمليه كلها على بعضها قد ايه بتاخذ وقت؟ يعني تقريبا شي ساعة ساعة اي هون بنفحص الشعر وبنصور مثل ما شفنا على الكمبيوتر وين في سبوتس ضروري انا اعمل هال وين في سبوتس فراغات معينه ضعيفه بفروه الراس بنشتغل عليها وبنعالجها بهذا طب وهيدي مره بتصير يعني كل سنه ولا كل قد ايه ممكن تزوركم السيده وترجع تعمل نفس هالعلاج؟ رينيو سكالب بنعمل كل 30 يوم لتضل فروه الراس ما في عليها رواسب ما في عليها اي شيء قشره دهنيه او اي مانع بيمنع انه تاخذ البصلات الهواء والبرودكتس سو هيدا بينفع للشعر كمان المدهن 100% اوكي كل 30 يوم كل 30 يوم بنعمل رينيو والبرودكت فيها تستعمله اذا كان شعره فاين وما بدها اياه انه ينضر او يرق مع الوقت فيها تعمله كل 6 اشهر مره كل 6 اشهر وفي انواع كريمات وشامبان كمان بتنصح فيهم سيده تاخذهم على البيت وهي تستعملون صح خلال هال 30 نهار انا بنصح عاده بالنايكسن للي بيكون عنده مشكله كثير قويه اللي بيكون شعره كثير خفيف واللي شعره كثير رقيق وعم بيرق زياده فينا نستعمل نايكسن وبنعالج له اياه بهالموضوع بس بده وقت وفي شيء اسمه بالانس سكالب للشعر الطبيعي اللي عم بيهر كمان بتعالج وبتصير شعره ما يعني تقريبا يو سيف 70-80% من اللي عم بيهر نسبه كثير كبيره بعد قديش سيدة ببلش هيك تلمس هالنتيجه يعني بتحس انه شعره رجع هيك صحي ومرتاح حسب المشكله اذا كان مشكله بسيطه هر تقريبا بعد 3-4 جماع بتبلش تلاقي الفرق اذا كانت مشكله كثير كبيره اللي هو كان كثير الشعر رقيق وعم بيرق زياده كمان هيدا بده تقريبا ثلاث اشهر بتصير تلمس الشعر النتيجه بالمايكرو نايكسن على الكمبيوتر بعد 6 اشهر وما فوق لسنه بتصير تحسه بالعين المجرده انه شعره فرق كاليتي فرق التكتشر تعول الشعر تغيرت صار شعر اولموست كله فاين بطل في شيء رقيق صارت الشعر يعني على لما نعمل تيست بتلاقي الشعر كله صار نفس بعضه بطل في شيء كثير رقيق اللي بتكون كثير رقيقه بتكون هي اللي عم تتعب اوكي صاروا كلهم مثل بعضهم انا جاي قريبا لعندك اعمل اهلا وسهلا اذا قلت ثانك يو اشرف ميرسي كثير شكرا لك يعطيك الف عافيه ثانك يو نرجع نذكر المشاهدين بالسؤال اللي طرحناه على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا الخاصه ببرنامج بي لايف برايكم كيف استطاع اصحاب المليارات انه يحققوا ثرواتهم الطائله وهل من اسباب معينه منتبعها لزياده ارصدتنا الماليه راح نشوف هلا اجوبه الناس طبعا بيقولوا الرزق بيد الله لكن الواحد بيعمل بصدق وبحقق اماله وبيرزقوا من غير ما يحتسب والمال حلال خير من المال حرام اوكي فردوس لدغاب عليك بتقوى الله والاخلاص له سبحانه ولا تجعل الطعام الذي تاكل يسقط على الارض ولا تنسى سوره الواقعه تقراها كل ليله الفقير لله ف
فلسطين، تحية لكم أكيد. وبعد الإعلان طبعا رح نعالج هذا الموضوع. لحظات قليلة مع الإعلان وبنرجع بننطلق، خليكم معنا. شفتوا حلاوته يا ناس، دايت بس من غيره دايت بس، وخلي ورجعنا قولت وين بلال؟ بلال كيف بيجمع اصحاب المليارات ثرواتهم، وهل بيتميزوا بقدرات وكفاءات مختلفه عن غيرهم، وهل من خطوات معينه بيتبعوها ليحصدوا هالمبالغ الهائله من على المبالغ والارقام؟ هن حلوين لانه حلوين. شوف كيف. طبعا رح نعالج هذا الموضوع مع ضيفنا اللايف كوتش الياس فاروق. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. شو اخبارك؟ تمام. يعني عملية هي منا سهلة ابدا. واحد يصير مليونير؟ ايه احلى شيء بالعالم. ملياردير كمان. الياس اذا بدنا ناخذ هيك سيرة حياة معظم هالاشخاص بتلاقي انه انطلقوا من وضع مادي معدوم فينا نقول او صحيح. متوسط. هل هالشيء برايك هو حافز لحتى الواحد؟ بصراحة هي الحافز الاول انا بعتبره، لانه يعني الانسان وقت يكون عليه ضغط، اذا بناخذ اكزامبل المازا، المازا هي كربون مضغوط عليه كثير وقت، ومع الوقت بيصير الماز. سو الانسان وقت يطلع بضغط كثير عالي ضمن حياته اليوميه، فقر ان كان، تعذيب ان كان، حيلا عوامل، حرمان اكيد، بيخلى عنده هيدي الباسيون الشغف انه بده يغير، بصير يقول انف از انف، بده ينتقل من المرحله اللي هو فيها ليحسن حاله ويحسن المجتمع اللي حواليه. هؤلاء الاشخاص اللي فيها نقسمهم لجزئين، جزء اللي حضرتك هلا عم تقوليه، الجزء الثاني اللي هن عندهم كثير باسيون عالي، يعني كمان اللي عنده شغف عالي جدا بحياته، ان كان بحب الموسيقى او ان كان بحب، هلا كنا عم نطلع على مايكل جاكسون قد ايه كان عنده شغف للموسيقى، وصلوا للنجوميه للمصاري الكثير. صحيح. طب هل من مواصفات عامه بيتمتع فيها هالاشخاص شو بيتميزوا عن غيرهم؟ بيتميزوا عن غيرهم اول شيء لانه اشتغلوا كثير على حالهم، يعني وقت كانوا بهذا الوضع المأساوي اللي كانوا فيه قرروا انه يعملوا هالريفوليسيون الانتفاضه، واشتغلوا كثير على حالهم، بلشوا بحالهم بالاول، ومن بعدها انطلقوا، صار يقروا اكثر، صاروا يعملوا اكسبيرينس اكثر بحياتهم، ما كانوا ياخذوا ابدا الشيء النيجاتيف اللي عم بيصير معهم ويوقفهم، بالعكس كانوا عم ياخذوه يحولوه لشيء بوزيتيف ويتعلموا منه تينطلقوا لزياده، ما كان في شيء عم بيوقفهم، كان في عندهم استمراريه جدا عاليه، كونسنتريشن جدا عالي، فوكس جدا عالي، وكانوا اهم شيء يحبوا شو بدهم، يعني يعرفوا شو بدهم ويضلوا مسابرين عليه. مسابرين. رح نشوف كمان بعد اجوبه الجمهور والمشاهدين على موضوعنا الياس، هيك بركي بتاخذ فكره كمان اكثر. بس ساعدوني بالرجي، بيسان بتقول هيدا مصدر الربح السريع، السرقه والنهب والتهريب والتسول والرشوه، هيدي ابواب جد سهله بيستخدمها الا الطماع بالدنيا وبينسى الاخره. صحيح. وكمان جواب اخر من لارا، بالاراده والعزيمه اللي كنت عم بتقوله، كل شيء ممكن، مشوار الالف ميل بيبدا بخطوه. صحيح. فتفاوتت اجوبه كمان. لقلك لانه نحن بنطلع، في ناس بيطلعوا بالمصاري من ميله بشعه، في ناس بتطلعوا المصاري من ميلة كثير حلوه. اليوم نحن المصاري بالنسبه لنا لازم ناخذها، وحتى المشاهير كلهم اللي عملوا مصاري اذا منتبه انه هن المصريات اللي عملوها تيساعدوا فيها العالم. يعني اذا بنحكي عن اوبرا وينفري، اوبرا وينفري عامله مدرسه بثاوث افريكا حقها 100 مليون دولار لتعلم كل البنات بثاوث افريكا. بنطلع ب رولينج تبع هاري بوتر، هاري بوتر وهبت اثنين ثلثين ثروتها اللي هي هائله، تعتبر اغنى امراه في العالم اليوم، وهبت ثلثين ثروتها لكل الفقراء بالعالم. سو اليوم نحن فينا نعمل مصاري، مش غلط نكون اغنياء ونكون موجودين على الارض ونقدر نساعد غيرنا. وهدول كلهم الاشخاص اللي عم نحكي، اللي كانوا اوبرا او ان كان رولينج، هن كمان بلشوا من حياه معدمه، يعني كانوا مع الفقراء، كانوا منهم وفيهم. يعني انا بقدر اقول انه اوبرا وينفري كانت تلبس كيس بطاطا
بتروح على المدرسه ويضحك عليك الاصحاب. وعانت كثير كمان بحياتها. عانت كثير اكيد، تجوزت وطلقت يعني كان عندها كثير ايموشنال. طيب الياس قد ايه الفرص بالحياه بتلعب دور وقد ايه الحظ كمان؟ يعني بتلاحظ انه في اشخاص مزبوط بذات يعني مواقف بيكونوا بذات المواقف بس بيوصل لهالمكان بتحس انه ما بيستاهل. صح. سؤال كثير رائع اكشلي، لانه كل العالم بتقول انه في حظ بالحياه. انا ما بقول انه ما في حظ، اكيد في حظ. اليوم الحظ بيجي لعندك هو مثل ترين بيقطع. هلا اذا انت ردي ومضبي شنطك وجاهزه بتطلعي بالترين وبتروحي، اذا انت مانك جاهزه بيقطع الترين ما بتنتبهي له حتى. سو الاوبورتونيتيز كلها موجوده لكل العالم، يعني حيلا حدا منا في عنده اوبورتونيتيز. شو بالعربي؟ فرص بتوصل له، بس هو ما بيستغلها لانه منه محضر. هؤلاء الاشخاص اللي صاروا ملايين هم كانوا تحضروا واشتغلوا على حالهم كثير ليقدروا يوصلوا لهالاوبورتونيتي ويقدروا يكمشوها وتكمشوا فيها. مزبوط، قدرت تاخذوا المحل. حتى ايفن بتلاقيهم مش متعلمين كمان. مزبوط. بيل جيتس از ون اوف ذا بيبل اللي ما منه معلم، بس كان في عنده فيجن لقدام، يعني كان عنده صوره بدها تخلي بكل بيت في كمبيوتر للعالم تقدر تستعمل، العالم اللي هن ما خصهم بالكمبيوترز. يعني بلشت معه الفكره انه عنده هيدا الشغف، كان يعني مشان هيك عم نقول انه بتقسموا. هو ما كان حياته صعبه، يعني كان عنده عائله وعايشين مرتاحين، ما كان فيها الفقر مثل مثلا اوبرا او مثل غيرهم. بس كان عنده فيجن، كان عنده باشن، كان يحب شيء اسمه كمبيوترز. اشتغل على حاله كثير وقدر يوصل هيدا الشيء ويجسده ويعمله حقيقه. هي واز كرييتر، يعني خلق من ماشي شغله كثير عظيمه نحن لهلا عم نستفيد منها، وفيسبوك وانترنت وتويتر. يس، اذا بدنا هيك شوي نخلي الناس يتبعوا بس هيك بركي بعض النصائح او بعض الاشياء، الافكار العمليه او الخطوات العمليه، شو بنقول لهم؟ شو لازم يعملوا؟ هلا لك في كذا صفات اذا بدك بتمتعوا فيها. اذا نحن بس بناخذ هالصفات بنصير نطبقهم بحياتنا اليوميه بنقدر نوصل لهالشيء اللي نحن بدنا نعمله. هلا اول شيء لازم يكون واحد عنده كلير فيجن، يعني عنده رؤيه شو بده يعمل بحياته، يعرف هو شو بده ويكون صريح مع حاله كثير. لانه اليوم اذا نحن كنا صريحين مع حالنا ما حدا بيجي نحن على هاي الطريق للنجوميه او للسكسس، ما بيجي حدا انه بيخدنا محل ما هو بده. لازم نشيل من حوالينا العالم اللي بيكسرونا، نيجاتيف بيبل اللي بيقولوا لا ما فيك تعمل هيك ولا ما حتزبط معك ولا انت مش قدها، هدول كلهم نقطع فيهم. حتى امرار نحن حالنا بنقول لا ما لازم نعمل هيك لانه يمكن ما تزبط معنا. لازم حتى نحن نشتغل على حالنا، نوثق بحالنا لدرجه نقدر نخطي هالخطوه ونكون قدها. اوكي. قديش مهم واحد يلحق الباشن تبعوله؟ اكيد الباشن از نمبر 1. وات اي دو از ماي باشن، يعني انا لو ما بحبها ما كنت بوصل لهون. الباشن از سمثينج وي هاف تو ستارت اكتينج، يعني لازم من بعد ما نعرف شو بدنا نبلش نعمل، نروح تجاهه. مش انه بس نعرف شو بدنا ونحلم فيه، لازم نبلش نعمل خطوات، نعرف نحن وين هلا. نحن موجودين باستوديو بدنا نروح على غير محل، والطريق كيف بدنا نروح على هذا المحل، ونبلش خطوه ورا خطوه مثل ما قالت دوموزيل هلا، خطوه ورا خطوه تنقدر نوصل للهدف. العالم اللي كثير مشهورين ما بيشوفوا ل 500 سنة لقدام، بيشوفوا الجبل اللي قدامهم. هلا جبل كثير كبير وكثير عظيم، بس بيقربوا عليه وقت يعرف شو على الجبل على راسه بيطلعوا بيلاقوا السهل قدامهم، سو بتصير اهين القصص. فخطوه ورا خطوه بنقدر نوصل اللي نحن بدنا اياه. صح، وطموحك يكون على قد ما انت قادر تحققه، يعني ما يكون شيء مستحيل. هو بالمبدا فيك تحقق اللي بدك اياه. ايه بس عندنا نعمه اسمها الايماجيناسيون. نحن الوحيدين اللي بنقدر، يعني نحن عن الكائنات الحيه كلها الوحيدين اللي بنقدر نخترع براسنا اللي بدنا اياه، نخترع اللي بدنا اياه. مجرد ما نحن بنوثق بهذا الشيء ومنآمن فيه بنقدر ننجزه ويصير حقيقه. طيب بيقولوا لحظه ايه بس لانه قال انه نتخيل، بيقولوا لازم تتخيل وتصدق هالصوره. صح. يعني تطبقها كانه هيدي احد الميزات تبع العالم اللي معهم بليونز اوف دولارز. يعني بيل جيتس هو فكر باختراع منه موجود، وإذا حققه وصار موجود صار كل العالم تستعمله. يعني من مشي خلق شيء. معودين نحن اللبنانية إذا بدك أو العالم كله دائما نكون تابعين لشيء، يعني إذا فتح محل سوشي بعد شهرين ثلاثة بيفتح 10,000 محل سوشي. ما عندنا هيدا الابتكار. اليوم هدول ناجحين أكيد ما في شك، أنا مش عم بقول إنهم ناجحين، بس اليوم إذا بدك تتميزي تنجحي أكثر من غيرك بدك تبتكري شيء. كمان ثروة بعد أكيد ثورات. إذا ما كنت مميزة ما بتكوني ناجحة. فهيدي الابتكار هو شغله كثير مهمه وهي اكيد من صفاتهم لل طيب الياس قديش كمان انه يعني تصادف اشخاص بحياتك ممكن تساعدك لحتى توصل وتحقق؟ يعني مش تضلك يمكن مع اشخاص بعيدا عن الرؤيه الخاصه فيك يمكن او بعاد عن الباشن اللي انت مآمن فيها،
انه في اشخاص ممكن تساعدك وتعطيك هالفرصه اللي انت بانتظارها. بالمبدا كل ما واحد يقرر شو بده، يعرف هو شو بده والباشن تبعه له، اوتوماتيكلي بصير يجمع حواليه هالعالم اللي هن مثله. يعني اذا انا مثلا بالاذاعه والتلفزيون، اوتوماتيكلي بصير الانفايرمنت تبعه لاصحاب هن ضمن هذا النطاق، وبنصير نساعد بعض بشكل انه كلنا نحقق هذا النجاح. اليوم في عالم بتاخذك على غير محلات، يعني اذا انت كنت بالتلفزيون وجبت حدا مثل الشاف بمعنى هلا كثير بعاد عن بعضهم، سو انت هون اوتوماتيكلي بتصير تقرب العالم اللي مثليك لتقدروا تكبروا سوا وتحققوا اللي بدكم اياه انتم. طب والياس بيقولوا كمان الواحد يوصل لازم هيك يكون محاوط من اشخاص يلي هن اصحاب المليارات، شو رايك بهالشغله؟ في مثل انجليزي بيقول لايك اتراكس لايك. اليوم اذا انت كنت الاسكى بين اصحابك لازم تفل من هالجروب، لانه اليوم اذا واحد ما عم يقدر يضيف على حياتك شيء، ما عم يقدر يقويك ويكبرك، لازم انت تفلي، لانه انت عم ياخذ منك ومش عم يعطيك. سو لازم تعمل السلام اللي سبعولك انه يكونوا اذكى منك، اوعى منك اذا في يقول، مش منك انت من مطلق شخص يعني. لازم لازم الواحد يضحك كمان اذكى اكيد واثرى، اكيد اثرى، لانه اذا انت عم تعملي اكس اماونت اوف ماني، اذا بتطلعي حواليك كل اصحابك عم يعملوا نفس الاماونت بلس اور ماينس 1000 دولار او 500 دولار، بس اذا بتطلعي على العالم الكبار نمط حياته، ما انت بدك تبلشي تغيري نمط حياتك، بقى نطلع من هذا البوكس اللي نحن فيه، يعني بقى نطلع من هذا البوكس نقدر نتطور ونصير اكثر. وهذا البوكس هو بيحجمنا، هيدي الكاوتش بتريحنا دائما بنقعد عليها، لا لازم نجرب غيرها يمكن احلى، مش نضل محصورين بهذا المحل. هلا هون عم بيعلقوا، ايه عم بيعلقوا انه بدل ما الواحد يروح عن جار يشرب فنجان قهوه، بس تغيروا كل اصحابكم ويصير في مشاكل، بدل ما يروح هيك لحاله يشرب فنجان قهوه بشي كافيه الاحلى. غلط. نصيحتك الاخيره ليس حتى نوصل ونحقق، يعني مش بس انه للغايه الماديه وهي اكيد شيء كثير اساسي، انما عم بتحقق شيء انت بتحبه بحياتك. صحيح، هن اللي بلشوا كل هالاشخاص اللي بنحكي عنهم، ان كان اوبرا، ان كان بيل جيتس، كان رئيس الحريري الله يرحمه، يعني هؤلاء الاشخاص كان عندهم باشن، ما كانوا راكبين ورا المصاري، بس من ورا الباشن تبعولهم قد ما كانوا عندهم ثقه وعندهم ايمان بهيدي الشغله، المصاري اجت لعندهم. سو هن ما كان هدفهم المصاري، هن كان هدفهم يحققوا عن جد شو هن كان بدهم اياه، ويقدروا يامنوا للمجتمع اللي حواليهم هالعيشه الحلوه. نصيحه اخر وحده اللي بحب اقولها لكل العالم، انه اتس بوسيبل فور ايفريبادي تو بي، شو ما كان العمر، حتى شو ما كان العمر، بحيلا ستيج هو فيها، مجرد انه يعرف هو شو بده يبلش يتحرك صوب اللي بده اياه، ويكون عنده كلير فيجن، يعني ما يغير كل ربع ساعه انه لا انا بدي هيك، انا بدي هيك، خلص انا بدي هيك ورح ضلني هيك. وبقول لهم شغله واحده، هن خمس كلمات، اسمه ذا ويل تو دو ات. As long as you have the will to do it, you can achieve anything in life. برجع بقولها بالعربي. قولها بالعربي. الإرادة. إذا عندنا الإرادة نعمل شو ما بدنا، أكيد كل شيء يعني بيتسنى لنا على طول. بيتحقق أو بنقدر نعمله. شكراً لياس على كل النصائح. إذا صرنا يوم من الأيام رح تصيروا، رح تصيروا، I believe in this. بنبقى بنرجع لك، شكراً يا لياس. وأما هلا كمان محطة موسيقية وفيديو كليب اخترناه لمايكل جاكسون. الفنان برونو طبال دائما بيضيف روح ايجابيه على برنامجنا. هلا قبل ما اسالك عن الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه، قد ايه بيأثر فيك، قد ايه اثر فيك مايكل جاكسون فنه؟ بعتقد انه كلنا اثر فينا، بعتقد في مرحله حقبه كان اثر على كل الميوزك بوب قبلنا، يعني الاجيال اللي قبلنا، وبعتقد حتى الاجيال اللي كملت، يعني موته كان خساره على البوب ميوزك. واليوم ذكرى ميلاده، فتحيه كمان عم تكون ببرنامجنا له. كان موضوعنا هلا من شوي عن الاصحاب الاموال كنت عم جرب اشوف اذا رح يجي نهار اقدر يكون معي اصحاب اموال، يصير اصحاب. بهمك؟ مش هلا لا بس بحب ارتاح، اي وجعه راس بحب ارتاح، مش انه اكون كثير كثير معي مصاري. تسعى؟ بتسعى لها؟
لا مش هيك المشكلة ما مش ظابطة برونو أكيد رح يكون لنا لقاء معك بعد الفاصل، رح نحكي عن جديدك كمان الأغنية الخاصة فيك والكليب ودردشة عن الأجواء الفنية أكثر. فاصل إعلاني وكمان بنتابع فقراتنا مع برونو طبال، خليكم معنا. وصلنا للفقرة الأخيرة من حلقتنا لليوم، ومثل ما قلنا الختام مع الفن والموسيقى والفنان برونو طبال عن جديد. أهلا وسهلا فيك برونو. أهلا وسهلا برونو، وألف مبروك. ألف ألف مبروك على العمل الجديد. من أسبوع لهلأ شو؟ إيه أسبوع تقريبا، 10 أيام تقريبا. على ذوقك كل التعليقات؟ مبسوط لأنه عامل ضجة مزبوط. هلا دائما مش الهدف بالفن نعمل ضجة، بس الهدف أنه نحس أنه عجب أهم شيء. كان في شوية مجازفة لأنه غنية جديدة، ستيل جديد، موسيقى جديدة، كله ديب هاوس، يعني كان شوي مختلف عن اللي معودين عليه. بس حتى قوينا قلبنا، حطينا شو بيقولوا، جرأنا ويلا. طب برونو، بس الكليب كتير بيشبهك، إن كان من ناحية يمكن المشاهد، الرقص، المرح، خبرنا كيف هيك تبلورت الفكرة ووصلت لهالكليب هيدا. هلا أنا عندي شغلة إنه بالحق حدسي لما بكون عم صور كليب، ما بحب كتير فكر حلل كتير، بس مزبوط إنه بيشبهني وبنبسط لما بتقولي لي هيك، بحس إنه عم بعمل مثل ما لازم. يعني الفكرة صراحة خلقت يعني بطريقة كتير عفوية، يعني وفي أوقات أشياء بتستبدل ودائما بتتطور مع الوقت. هلأ الفكرة الأساسية كانت أنه عالم الرجال وعالم النساء، وإذا بدك الصراع بيناتهم. نعم. فبتبلش بفكرة كتير بسيطة أنه هي زعلانة مني، وبعدين بتصير هي من الإغراء للسيطرة، لآخر شيء بصير دميتها، يعني كيف شوي شوي بتتطور حتى هي تسيطر علي. والنظرة الإخراجية لك كانت طبعا. برونو، طب انك اخراجه، طب انك تكون امام الكاميرا ولا الكاميرا، انه بتتعب الشغله بنفس الوقت. تعب، بس راح اقوله بكل فخر، انتبه مش بغرور، في فرق بين الفخر والغرور، اني انا قدها مبسوطه. تعودت، اهم شيء اني تعودت، يعني مع الخبره صرت اسهل لإلي. بس اكيد ما في شك انه دائما انا محاط منيح، يعني ان كان مساعد مخرج جمال او خي البروديوسر رالف او توفيق طبال مدير التصوير، بوجه لهم كلهم تحيه. في كان عين ثالثه ورابعه وخامسه لحتى اذا اشياء انا ما شفتها شوفوها هن عندي. في تيم بيفهم على بعض، في تيم بيفهم على بعض، ولكن فكره الكليب كل واحد فسرها على ذوقه. هلا لكن ما في عمل فيك تاخذيه اليوم او كليب او فيلم او شيء الا ما فيك تقعدي انت تقرري وتحللي وتفسري على ذوقك. بس بالنتيجه في منطق كمان، يعني في مود معين او تام معين لكل اللي عم نشوفه. ما بعتقد هالقد فينا نزيح عنه يعني. طب لنرجع شوي للأغنية، كيف كانت الأجواء التحضير للأغنية؟ الكلمات، اللحن، مثل ما قلت شوي هيك مختلفة عن مختلفة عن ستيل، لأنه أنا بلشت بقصص أكثر كلاسيكية وتعودوا علي أكثر بقصص رومانسية. بس ليلي ورا ليلي كانت خلقت أول شيء مثل العادة مع أحمد عبد النبي للكلمات، وجاد مهنا يلي دائما نحن تيم كمان تعاوننا مع تقريبا ثلاث أرباع أغنية من 12 سنة لليوم. وتوزيع كانت اول مره مع روجيه وتشارلي عبود دي اي بي براذرز يلي عطوا اذا بدك الهويه النهائيه لهيدا لهالغنيه، وهن اللي شجعوني نتجرأ ونروح بهالاتجاه يلي هو الديب هاوس. انا يعني كل ما نوصل لمحل اتحمس وانقز اقول لا عم نعمل شيء كثير تو ماتش، بعدين ارجع اقول بس الميوزك ما هي تتجرأي تروحي محل ثاني وتظهري شوي، تظهري عن الحدود المعودين عليها، ولا ما بنتطور. طيب وليش ليلي باليه مش بالتي مربوطه؟ ليلي بالدارجة بالفصحى يعني. ليلي ورا ليلي. لا لا، طيب خلينا نشوف بعض المشاهد من الكليب وبنرجع بنتابع. انت حبيبي حياتي بقلبي، انت حبيبي لمين هواك، انت حناني مالك لي كياني، انت من بعدك ما في حدا، انت حبيبي.
طبعا هو المقتطفات شفناهم من العمل. بحب اشوف التيب اصلا موجود على اليوتيوب، موجود على تطبيق انغامي، على فيسبوك، على كل السوشيال ميديا. برونو كمان هيك اعتمدت طريقه جديده لاطلاق هذا الكليب بصاله السينما. ليه اخترت هالطريقه هيدي؟ هي صراحة كانت أكثر مثل احتفال صغير كثير كاجوال، يعني ما كان فيه شيء كثير رسمي بين أهل الصحافة وفريق العمل. يعني أكيد طبعا كان دعوة مفتوحة لمين ما بيحب، ولكن قلنا إنه تخيلي بدك تعملي عزيمة بالبيت وما بيساع البيت لتحضري شيء، فاستعنا بجراند سينماز اللي هن كانوا السبونسر للكليب للإيفنت خاصة، وهن اللي قدموا لنا كل الفاسيلتيز تنقدر نعرضه بصالة السينما، وكان كثير كثير شيء مهضوم وكثير عفوي وبين بعض، يعني برجع بقول من دون تكلف. انا ما بحب كثير الحركات. سمعت دغري اراء الناس هيك مزبوط، شفت لمستهم دغري. بعدين حلو تشوفي حالك على شاشه كبيره يعني. لا بعدين كثير قاعدك عم تراقب كلهم شو عم بيطلعوا. صحيح. طيب برونا قديش انسجمت مع سينتيا خليفه الممثله؟ كان وجه لها تحيه. هلا سينتيا كرم معروفين يعني، بس ما فينا نقول شيء. ما فينا نقول شيء. انا قلت كليب جديد اكيد سينتيا كرم حتكون حاضره، بس كانت موجوده باخر مفاجاه. ليكي سينتيا خليفة أنا كثير بتعجبني من زمان، يعني بحس ستيلنا ما بنشبه بعض، يعني ما بنشبه حدا اثنيناتنا، عندنا هويتنا الخاصة، ومثاقبة إنه اثنيناتنا بنعجب بعض، يعني اثنيناتنا من معجبين بعمل بعض، وأنا بشوفها على الشاشة بشوفها بتخرق الشاشة. عمر يعني هلا بعد إنك تعمل لها كاريزما وتمثيل، منا إنه بس موديل حلو، يعني هي عندها تالنت، عندها موهبة كثير. أنا بسميها أم عجقة. فحكيتها وقلت لها انه سينتيا بهمك، قالت لي يعني، وحتى ما سالتني بعد شو الغنيه شو الدور على العمين، قالت لي انا معك. هي وهيدي سينتيا عم بيكون خير عليك بعتقد، ما فيني غير عنه. برونو قديش كمان استعنت بقدراتك التمثيليه بهالكليب؟ طبيعيا كنا عم نلعب دور، اذا بتشوف الكليب باول بارت منه عم نلعب ادوار، كل مره بتصير في تطور تطور، وبالاخر بينتهي عم نكون نفسنا، يعني انا كنا انا وسينتيا او هي النهاية. إذا بدك غمزة لنقول إنه ما لازم نقبط حالنا كثير جد بالحياة، يعني الحياة كثير أوقات بناخذها جد، وهي عفوا كثير أبسط من هيك. فكانت إجت الفينال كنكتة كمزحة، عم نحتفل مع بعض وعم نزت ورانا كل شيء قطع. هو هيك الواحد لازم يعمل عن جد ليعيش بيقدر يكمل. لايف جوز أون أكيد. ديفنتلي. شو بدنا نسمع منك هلا؟ شو حابب تسمعنا؟ نغني شيء لمايكل جاكسون. يا ريت، مع انه اليوم هلا ان شاء الله تكون ذكر كل الليركس. سوري ان شاء الله ما غلطت. هي ذا وورلد، هيك هيك هي ذا وورلد بتحكي عن هيل ذا وورلد ميك ات ا بيتر بلايس فور يو اند فور مي اند ذا انتاير هيومن ريس ذير ار People dying, if you care enough for the living, make a better place for you and for me. الله يصير هيك. يا ريت ان شاء الله عالم احسن يا رب. وهلا يا ريت. وهلا وصلنا للشو؟ بدنا نحكي عن الجوله اللي عم بتحضر لها برونو، ولا بنروح على جولتنا؟ نروح على جولتنا. نحكي عن الجوله. نحكي عن الجوله. يلا يلا جوله الاكل. خلونا ننتقل. اوكي تفضلوا. هلا رح ليديز نقوم بجولة على الاكل. بس في جولة على كمان. عم جرب نعمل دايت، ما بعرف كيف. لا اليوم بدها تخبصها، ما في مجال. طيب عنا جولة على امريكا برونو عن قريب؟ عنا جولة عن قريب. طبعا انضم لنا الياس. سمعتك سمعته عم يخبرنا الياس، وعم فكر انا اذا يجي نهار اقدر اعمل سير. بس سمعته انه يو هاف تو بليف، كنت عم تقول يو هاف تو، كنت عم تقول يو هاف تو بليف، هاف فيث ان سمثينج. جولة امريكا اي بليف ان ات. فراح تكون بنص تشرين الاول، راح نكون بميامي انا وسينتيا. اوكي. راح نكون بحفله بميامي وحفله بواشنطن دي سي للجاليه اللبنانيه طبعا. حلو. مع روني معوض فاونديشن. ومشي سفره 10 ايام، بعتقد راح يكون جيت لاج مش طبيعي. حلو. سفره من سفره لسفره لطياره، بس هيدا الشغل. هيدا الشغل طبعاً. صحيح مثل ما قلت. سوري بس كثير شيء بشهي اللي قدامنا. يم يمي. هلا بدنا نشوف الشيف كمان، نرجع نذكر شو حضرنا. تفضل شيف عمار. حضرنا كاستلات الغنم، شويناها مع شويه ملح وبهار، وكنا محضرين بطاطا بيري وخضره سوتي. مثل ما انكم شايفين، وصوص شيري صوص اللي هي البلاك بيري، بلو بيري، ستروبيري، نغليها على النار لتعقد، بنرجع بنصفيها. وبنحط لها زيت زيتون وثوم وشويه كزبره وشويه ملح وشويه بهار، ومثل ما انتم شايفين بهي الطريقه سكبناها وحطينا
كل شيء على ذوقكم. اوكي، والدسير؟ الدسير عجينه الاصمليه فركناها شوي مع السمنه البلديه وحطيناها بالفرن، عملناها فورم معين، فينا نعملها كذا فورم في ركاب في حسب الذوق. مع القشطه والكريم باتيسير، كريم باتيسير انا هون عملتها بشكل رخو، حطيت لي اعمل لها ديزاين، وحطيت صوص البنجر اللي هو الشمندر مع شوغر. ثانك يو شيف، يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، بدنا ندوق هلا بس المنظر رائع عن جد. الله يهنيك، اهلا وسهلا، صحتين وعافية. ثانك يو شيف، شكرا. برونو كمان عم فكر اذا فينا نيكم دغري هيك فينا بعدكم بعد الحلقة. اكيد نحن بنتمنى لك كل التوفيق برونو، وان شاء الله اذا صرت من اصحاب المليارات بضلك تطلع علينا. لا ليك بعتقد مش مشغول وتفكر. لا ما بعتقد، ما بحس ما بتعشوا، ما بيعشوك، ما بتعيش، بتضلك بذات ال بعتقد يعني عندي اقتناع ان شاء الله ما بتتغير. ما تغيرت الشهرة، ما غيرتني، وعمر ما غيرني، فليش المصاري بدها تغيرني؟ صح، ان شاء الله. ان شاء الله هو الهدف، لانه ما كان المصاري يعني هو هلا خلينا نخلص عم يعمل فاشل اول شيء بعدين عم نحكي صوته وكذا. برونو في شيء عمل تمثيلي من بعد الموسم الماضي كمان شفناك على المسرح؟ مزبوط، كان في غرام وانتقام ليزون دانجوروز مع جوقدي، يمكن نرجع نلعب كم عرض بايلول، ويمكن عم نحضر لبعدين مشروع تاني مع جو. نحن كمان بنحب بس يكون في كيمياء بين الناس، نكمل يعني عمل فني بده هيك بينجح هيدي. بس مزبوط. هيك يكون في كليك ناجح. وكمان عم نحكي بموضوع مسلسل بس كمان تأجل شوي يعني من بعد عروس وعريس. اها، كل التوفيق لك يا برونو، انبسطنا بحضورك معنا. اهلا وسهلا. وليس شكرا لك كمان. ثانك يو على العزيمة. اهلا وسهلا. وانا ونانسي مودع كل المشاهدين تابعوا حلقتنا لليوم، كمان بكره حلقه جديده اذا الله راد. اذا الله راد تكونوا كثار على الموعد. الى اللقاء. I'm not afraid.